مساء الخير. يمكن بيتساوى عمر هالبلدة مع عمر مدينة بعلبك، فهي أيضاً كانت جزء من تاريخ المنطقة منذ أقدم العصور. هي صلة الوصل الرئيسية بين محافظتي البقاع وشمال وبين بعلبك وكل من بشري ومرفأ طرابلس البحري. تشتهر هالبلدة بالزراعة، ويعتبر التين، العنب والتبغ اللي ينتج فيها من أفضل الأنواع الموجودة بلبنان. هي منبت الرجولة والكرم والضيافة، وبس توصل على دير الأحمر بتحس حالك إنك من أهل البيت. هي اللي كتبت فعل القداسي بتضحيات الرهبان يلي سكنوا الدير، فانكتب اسم البلدة بحروف الشهادة على حجار جوبيتر العتيقة. نحن اليوم بدير الأحمر. دير الأحمر هي قرية لبنانية من قرى قضاء بعلبك الهرمل بمحافظة البقاع. تبعد عن بيروت حوالي 105 كيلومتر، وبترتفع عن سطح البحر بين 950 و1300 متر، وبيبلغ عدد سكانها 25,000 نسمة تقريباً. تمتد أرض البلدة على مساحة 42 كيلومتر مربع، أما مساحة أراضيها الزراعية فبتبلغ حوالي 26 كيلومتر. تشتهر منطقة الدير بزراعاتها المتنوعة، وخصوصاً كروم العنب المخصصة لصناعة النبيد، وبتتميز المنطقة بوجود عدد كبير من أحراش السندين والملول. أما تسمية الدير الأحمر فعديدة هي الروايات يلي ذكرت أصل التسمية، فالبعض بيرجح أنه أصل التسمية بيعود إلى جدران الدير اللي بنيت من الحجر الأحمر، أما البعض الآخر فبرد التسمية إلى الرهبان يلي إجوا من بلدة دير الأحمر المصرية وسكنوا هالدير، وبعد رحيلهم عنا بنهاية القرن الثالث سميت كامل المنطقة المحيطة بالدير باسم دير الأحمر. عديدة هي الطرق يلي بتوصلكن على دير الأحمر خصوصاً من بيروت، رح نشوف سوا بهالخريطة ونتعرف عليهم أكثر. طريقكم من بيروت على دير الأحمر بتبدأ من الحازمية، علي، ظهر البيدر، شتورة، أبلح، دورس، وبتكفوا عبر طريق بعلبك الأرز وصولاً إلى دير الأحمر. أما إذا اخترتوا الصعود عبر طريق المتن السريع فرح تمرقوا بالجديدة، بعبدات، ظهور شوير، عنتورة، ترشيش، زحلة، وبتكفوا عبر طريق بعلبك الأرز وصولاً إلى دير الأحمر. تحتضن بلدة دير الأحمر العديد من الآثار اللي بتدل على حضارة وعظمة الشعوب يلي سكنتها بالعصور القديمة، ومن أبرز هيدي الآثار معبد جوبيتر اللي بقي منه حيطين فقط وعدة أحجار كبيرة، بينما تم تشييد كنيسة سيدة البرج مكان القسم المدمر من المعبد. في آبار كانوا يستعملوها لجمع المياه أو لعصر النبيذ للعنب لصناعة النبيذ. هالمعبد هيدا سنة 313 مع القائد قسطنطين الكبير أمه القديسة هيلاني أمر أنه يتحول المعابد الوثنية إلى كنائس، لأنه اعتمد الدين المسيحية كديانة للإمبراطورية الرومانية. كمان بدير الأحمر المعبد الروماني معبد جوبيتر بنى فيه برج، كان في طابق واحد عمر فوقه طابقين، ودعي ببرج دير الأحمر. من هون أخذت الكنيسة اسم سيدة البرج. ارتبط تاريخ دير الأحمر بتاريخ كنيسة سيدة البرج اللي أعيد ترميمها وأضحت شفيعة البلدة، وبيؤمن أبناء البلدة بحدوث بعض العجائب بفضلها. كان في برج ومعبد روماني ودير، ومنه على أنقاض هالدير كنيسة سيدة البرج
لأنه حصلوا أنه عرفوا أنه بحاجة كمان لحماية، وسيدة البرج سموها سيدة البرج لأنه هي سيدة الحماية والدفاع، وبنت هالكنيسة على هالأثار هالدير، والمدمكين أساسيين مبنيين من بناء الدير، والدير بناؤه بيعود بالتاريخ إلى تاريخ بناء قلعة بعلبك، يعني حوالي 200 سنة بعد المسيح. وهيك تعاون أهل دير الأحمر وبنوا هالكنيسة على أساس صخر وبعقد متماسك، وكانوا متضامنين. وكل مرة كنت بتطلع هيك ببناء هالكنيسة هالعقد وبشوف قديش كانوا أهلنا متضامنين ومتعاونين حتى يكونوا فعلاً أبرار وأوفياء لأم النعضرة يلي أخذوها شفيعة إلهم وحماية. من 4 سنين شفنا أنه نحن صرنا بحاجة لكنيسة أكبر، ونحن وعم بنحاول نشيل هالمستوى العالي بينت معصرة أثرية، وهيك حافظنا عليها. هلا أيد الإنشاء والتنظيم حتى تكون مجهزة ووجه إزاز حتى كل الناس يشوفوها ويشوفوا الآثار، وقديش حتى أهلنا وجدودنا حافظوا عليها دون ما يخربوها مع عندما كانوا عم يبنوا الكنيسة. بالإضافة إلى كنيسة سيدة البرج، بتواجد بدير الأحمر 7 كنائس أثرية وأيضاً مركز مترانية تبع البك دير الأحمر. أهلا وسهلا فيكم بدير الأحمر، وأنا اسمحي لي وجه كلمة شكر وتحية للتلفزيون لبنان اللي نحن منحبه ومنريد هو يكون أقوى تلفزيونات ويضوي على أول شيء على مشاكلنا وعلى سياحة بلبنان، على الأثار بلبنان، يضوي على كل شيء بلبنان، لأنه بالنهاية ما إلنا غير لبنان. صحيح، أكيد نحن رح نحكي عن دير الأحمر رئيس وعن الأثرات اللي موجودة فيها وعن الزراعات وشو السياح إذا بده يجي على دير الأحمر شو بيقدر يشوف. بس قبل، بما أنه نحن هلأ موجودين بكنيسة مار يوسف، هذه الكنيسة الأثرية، شو فيك تخبرنا عن تاريخها؟ كنيسة مار يوسف بلشت كبيلة صغيرة بال 1830، بناها السيد طانوس الأزيح على ملكه الخاص. بال 1860 ابنه عبد الأحد الأزيح كمان كبرها شوي ووسعها، وكان سقفها تراب. بال 1902 إجا ملحم أفندي الأزيح ابنه لطانوس الأزيح على الحيطان ورممها وعمل السقف أرميد وعمل القبة مثل ما انك شايفه القبة. رئيس بلدية دير الأحمر الأسبق خليل الأزيح كمان أعاد ترميمها، وما كان في صليب على القبة، عمل صليب على القبة. وهلأ هي كنيسة بوسط دير الأحمر، وصارت كنيسة الكل دير الأحمر. صحيح أنه مبنية من ميل خاص على أرض خاصة، بس هي الكل دير الأحمر. الرئيس إذا سمحت اطلع بكاميرتك، والمشاهد اليوم اللي عم يشوفنا على الشاشة، نعم، ادعيه انه يجي على دير الأحمر بطريقتك. تفضل، كاميرا لك. دير الأحمر ضيعتك، كل بيت من بيوتها بيتك. نحن معودين أبا عن جد نلاقي الضيف بالأهلة وسهلة بالمرحبة ونودعه مثل ما استقبلناه. وأهلة وسهلة بتلفزيون لبنان مرة تانية، انتوا ما تعتبروا حالكم ضيوف عنا، انتوا من اهل الضيعه ومن اهل البيت. تشتهر منطقه دير الاحمر بالعديد من الزراعات، وخصوصا العنب يلي بيتميز بالجوده والمخصص بمعظمه لصناعه لمبيت، بالاضافه الى شجره التين اللي تعتبر من الاطيب بالمنطقه، بدون ما ننسى اكيد التبغ المشهور بنوعيه.
انواع، في انواع بيعطي حبة اكبر شوي، في انواع بدل حب صغير، في انواع ابيض كمان، في 6-7 انواع، 8 انواع، في بيت ابيض اكيد وفي بيت احمر. انا جبت لهم شاتل من فرنسا وجبت لهم 5-6 انواع. تستعد بلدة دير الأحمر للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر أطول مسبحة مبنية بالعالم، ورح تكون هالمسبحة يلي بيتقدمها صليب ظاهرة للعيان لقاصدي سهل البقاع باتجاه منطقة دير الأحمر، وبالإمكان رؤيتها من الجو طبعاً، ورح تكون مؤلفة من 59 حبة، وكل حبة من هالمسبحة ستخصص للصلاة والتأمل. ما فيك تترك المنطقة بدون ما تمرق على بلدة بشويت، وبالتحديد مزار سيدة بشويت يلي خلى هالمنطقة الصغيرة تكون حاضرة على خريطة السياحة الدينية بلبنان والعالم. بشويت كلمة سريانية مركبة من جزئين، بيت وتعني مكان، أما كلمة شويتا تعني التساوي، فيصبح المعنى بيت التساوي أو الأرض السهلة. بتتميز البلدة بأثار عين بشويت وبالمغاور المحفورة بالصخور واللي بتحتوي على نواويس حجرية وجرار فخارية. بيعتمد سكان البلدة على الزراعة وتربية المواشي، وخصوصاً زراعة الحبوب والأشجار المثمرة بالإضافة إلى الكرمة أو العنب. بتوقع بلدة بشويت بقضاء بعلبك الهرمل بمحافظة البقاع على ارتفاع 1250 متر تقريباً عن سطح البحر. بتبعد عن العاصمة بيروت مسافة 99 كيلومتر، وبتبعد عن مركز المحافظة بزحلة 49 كيلومتر، وبتمتد على مساحة حوالي 15 كيلومتر مربع. بيرد بعض المؤرخين بناء كنيسة سيدة بشويت إلى 250 سنة، بينما بيأكد بعض الخبراء أن عمرها بيتجاوز 800 سنة نتيجة وجود شجرة سندين بجوار هالكنيسة بتحمل نفس العمر، وهي عادة متبعة بالشرق بزراعة شجرة سندين بالقرب من الكنيسة عند بداية بنائها. وهالخبراء أكدوا أن عمر السندين الموجودة قرب سيدة بشويت بيتجاوز 800 سنة. كنيسة سيدة بشويت أصبحت مزار بيقصدوه المؤمنين من كل أنحاء العالم ومن مختلف الديانات للتبرك ونيل النعم. وصلنا مشاهدينا إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، وهي فقرة الحزورة. بس قبل ما أقلكم حزورة اليوم لازم تعرفوا نتيجة الحزورة الماضية، وكانت قديش عدد بلدات قضاء مرجعيون. كان في عندكم 3 احتمالات، الاحتمال الأول 26، الثاني 30، والاحتمال الثالث 32. عدد البلدات هن 32، يعني الاحتمال الثالث هو الاحتمال الصحيح. رح نشوف سوا الكمبيوتر مين اختار أي رقم رابح. ألف مبروك للرابح، أما شو ربح منشوف سوا. مجمع دانا بيقدم لرابح حزورة حلقة مشوار بلبنان منامي لشخصين مع ترويقة. ألف مبروك.
قد المسافة اللي بتفصل بين دير الأحمر وبعلبك؟ هيدي هي الحزورة. رح أعطيكم احتمالات. الاحتمال الأول 10 كيلومتر، الثاني 12 كيلومتر، والثالث 15 كيلومتر. بتبعتوا SMS على 10-13 وبتحطوا الاحتمال الصحيح. ونحن الأسبوع اللي جاي بنعطي الجواب الصحيح مع شو ربح. بيت مريم للضيافة بشويت بيقدم للرابح منامي لأربع أشخاص. ألف مبروك. بيبقى عنا مشاهدينا الواتساب، أي صورة بتاخدوها حلوة طبيعية بتلقطوها من سلولاركن أو من حيالة كاميرا بتبعتوها على الرقم 70-20-55-55 ونحن بعد كل أربع حلقات أو كل نهاية شهر نسحب أجمل صورة وبتربحوا لابتوب. اليوم رح نختار صورة ورح يكون في عنا رابح، منشوف سوا مين ربح اللابتوب. ألف مبروك للرابح. وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقة مشوار بلبنان. كل واحد منكم هلأ عم بشوفنا على الشاشة عم بيقول يلا إمتى بده يجي دورنا. رح نبرم كل لبنان لأنه كل لبنان حلو، ما تعطلوا هم، جاي دوركم، دور منطقتكم. وأنا هلأ بودعكم على أمل التقي فيكم الأسبوع اللي جاي بنفس الموعد. إلى اللقاء.